السلام عليكم الاخوان، كنتمنى تكونوا بخير. في هذا الفيديو ان شاء الله نحاول نهضر على الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا الدوره الاستدراكيه 2010 شعبه الادب والعلوم الانسانيه. اذا بدايه نحاول نركز على لانجويج، ما نهضروش على كومبريهنشن لحقاش كيدي الوقت، خصني واحد نص ساعه ولا 45 دقيقه باش نشرح لكم كل كلمه كل سؤال وكيفاش غتجاوب على الاسئله. نمر مباشره لانجويج هي اللي ما خصكمش تضيعوا فيها النقط. اذا عندنا اي فيلين ايتش جيب ويد ابروبريت وورد فروم ذا لاست، يعني املئ فيلين يعني املئ ايتش جيب كل فراغ ويد ابروبريت وورد بالكلمه المناسبه فروم ذا لاست من خلال هذا لاست. نمبر 1 whenever you through a crisis remember to talk to your best friends، فوقاش ما مريتي بشي ازمه remember تذكر ان تتحدث مع اصدقائك المفضلين. اذا كنقولوا go يذهب، go through مر يمر، فوقاش ما مريتي بشي ازمه تذكر ان تتحدث مع اصدقائك المفضلين. نمبر 2 my uncle has a good of humor he always tells jokes he always هو دائما tells جوك يعني كيقول نكت. اذا هو عنده حس الفكاهه، كنقولوا حس الفكاهه sense of humor sense of humor. نمبر 3 all children should have opportunities يعني الفرص، يعني كل الاطفال يجب ان يكون لديهم فرص متساويه to be educated باش يتربوا، ما يكونش تمييز العنصري بين الاولاد والبنات او لا. equal كنقول equal opportunities، اذا equal opportunities. نمبر 4 the world football cup well place in South Africa soon، يعني غادي دار سوف تجرى كنقولوا take place هي سوف تجرى سوف تقام سوف يعني غادي دار في in South Africa. اذا هنايا will take place. اوكي بهذا السؤال دائما كيحطوا في جميع امتحانات البكالوريا، تجيو هذا الامتحان كيعطيكم جمل هنا وكيعطيكم functions ديالهم. هنايا purpose يعني الهدف، cause and effect نتيجه وسبب، opinion كتعطي الراي، concession او كتعبر على اعتراف ولا نتيجه ديال شي حاجه. For example number 1 as a result of global warming the world climate has changed considerably. As a result يفكرش as a result يعني كيعطيك نتيجه effect. Number 2 a lot of people get in touch with associations in order to receive help. بزاف ديال الناس كيتواصلوا مع الجمعيات in order to receive help باش يستقبلوا المساعده. In order اذا هنا عندهم هدف purpose. Number 3 although يعني كتعني بالرغم من although Nancy went on strict diet وخا نانسي ماشى بواحد الريجيم وسا بواحد النظام غذائي ديالها she didn't lose weight هي ما خسراتش الوزن يعني باقي صحيحه. اذا هنايا كتعبر على concession. Number 4 as far as I'm concerned ملي كنقول as far as I'm concerned او لا for me ولا in my opinion هنايا كتعبر على الراي ديالك. As far as I'm concerned the internet is very useful اذا هنايا كتعبر على الراي opinion. إذا عندنا سؤال C correct the underlined mistakes كنصحوا هاد الكلمات اللي مسطرين عليها. Number 1 the boy has been working اللي كنقول has been working هنا present perfect continuous ما المضارع التام المستمر. إذا the boy has been working on the computer since 3 hours كاين since وكاين for كنستعملوا since ملي كتبدا المدة الزمنية كنبداو بها since 1945 since 2000 since كتعطيك المدة الزمنية ومن تما كتحسب لدابا، ولكن ملي كنستعملوا for ملي كتكون مدة زمنية محددة 3 hours 5 days 1 week كنستعملوا هنا for. إذا في عوض since كنستعملوا for F-O-R. Number 2 That's the song. ملي كتكون song كنستعملو which ماشي who كنستعمل which W-H-A-C-H which. Number 3 whenever I see this film I can't stop ملي كتكون I can't stop هنا خصنا نعملو gerund هو ing إذا نقولو I can't stop laughing ing خصنا نزيدو هنا. شفتو كيخلطوكم grammar و gerund و relative clause كيخلطو كلشي. D give the correct form of the words between brackets هنا ملي كتكون كلمة مثلا من الverb كنحولوها noun أو noun الverb adjective إلى آخره. هنا NGO receive finance help هنا help لنا وهنا خص تكون financial help كنحيدو E كنعملو ERL help لنا هذه adjective modify noun. Number 2 I didn't order all these tables it was just a misunderstanding هو الفعل خصنا لونو هنايا كنقولو misunderstanding سوء الفهم. اي انا put the verbs between brackets in the correct tense and after Nabil retired مادام هنايا past خص يكون هنايا past perfect كنعملو had retired. Number 2 the heavy rainfall damaged avec D damaged لحقاش هنايا last December وهنا I stayed all afternoon هنايا خصنا نعملو مادام هنايا conditional type 3 خصنا